تحية طيبة متابعي موقع إعلام دائرة صحة بغداد الرصافة، تحديدا مستشفى ابن الهيثم التعليمي العيون. حلقتنا اليوم من برنامج محطة صحية حنتحدث عن أهم الأقسام بالمستشفى، هي شعبة المختبر. حنلتقي بمسؤولة شعبة المختبر الست بسمة، حنتجول داخل أروقة المختبر، حنتعرف على طبيعة عملهم والخدمات الصحية المقدمة للمراجعين. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا بكم. ست بسمة، نريد نتعرف عن آلية العمل داخل شعبة المختبر حين وصول المريض للمختبر. بسم الله الرحمن الرحيم. شعبة المختبر اولا هي من الشعب الرئيسية والداعمة طبعا لعمل المستشفى في كل الوحدات. استقبالنا يكون للمريض ابتداء من استلام الريكوست الاولي اللي هو طبعا عن طريق طبيب اخصائي بالفحوص، موضح به اسم المريض، فحوصاته اللي يرغب العمل بها. اول وحده، اول بدايه، اول خطوه راح تستقبلها راح تكون وحده الاستعلامات. السبب وجود وحده الاستعلامات، اولا بها عدد من الكادر المدرب راح يقدر يفصل انواع التحاليل الموجوده، راح يقدر ياخذ المعلومات الكامله للمريض، وضروره ان تكون معلومات كامله من اسم ثلاثي، اسم والدته، معلومات اخرى كسكن وغيرها، لان المستشفى تعمل بنظام الكتروني. هاي المعلومات كلها بالاضافه الى معلومات التحاليل اللي يراغب بها الطبيب انه يسويها للمريض، هاي كلها تدخل في سيستم الكتروني. وحده الاستعلامات تكون الوحده الاساسيه اللي تستلم هذه المعلومات حتى تحولها بالتالي الى الوحده الثانيه اللي هي وحده الحاسبه، اللي ايضا هي ضمن وحدات السحب. وحده الحاسبه راح تقوم بالادخال لهاي المعلومات بصوره كامله، تاكد من انه هذا المريض سنى معلوماته وحالته الصحيه، كي توجهه بعد ذلك بوجود انه باركود الكتروني باسمه، بالتحاليل المكلف باجراءها، بنوع العينه اللي مطلوب منعا طبعا لحدوث اخطاء. هاي الاشياء كلها تخلينا نتلافى وجود اخطاء بالمرحله الاولى اللي هي اخذ العينه. يتوجه بعدها المريض الى وحده السحب او اخذ العينات حسب نوع العينه. اغلب العينات احنا بالنسبه لنا بمستشفانا هي عينات سحب، يعني عينات الدم، سيرام، بلازما، هالاشياء. يتحول الى وحده السحب. داخل وحده السحب اكو عناصر كفوءه قادرة على القيام بالسحب لكبار السن، لمرضى السكري، للأطفال. خاصة تعرفون إحنا مستشفانا عدد كبير من المراجعين لنا هم من مرضى السكري المزمن، واللي طبعاً اعتيادي يكون يعني صعوبة سحب الدم لهم. وكذلك هنا بوحدة سحب الدم راح يتم فرز العينات على نوعها، على النتيجة المرجوة، فحسب نوع التحليل المطلوب راح تفرز العينات أولية، طبعاً مع تسجيل أوقات دخول وخروج المريض وتبليغه أيضاً بموعد استلام النتيجة. هاي تكون المرحلة الأولى. بعد هاي المرحلة راح تبدي تتوجه إنه هذه العينات تسلم باتباع إلى الوحدات الأخرى الموجودة بالمختبر. وحدات المختبر هي الرئيسية، هي بعد وحدة السحب والحاسبة المركزية، عندنا وحدة كيمياء السريرية، عندنا وحدة ثانية هي أمراض الدم، وعندنا وحدة الفيروسات، وعندنا وحدة الأحياء المجهرية. طبعا هاي الوحدات كل وحدة بيها مجموعة من التحاليل. عدد التحاليل اللي يقوم بها المختبر حاليا تجاوز 20,000 إلى 18,000 شهريا، عدد كبير من التحاليل، وهذا السبب يعود طبعا إلى ازدياد عدد العمليات المجرى داخل مستشفانا. شهدت طفرة نوعية بصراحة بزيادة الأعداد، طبعا تبعها هذا الزياد بالتبعية ازدياد عدد التحاليل المجرى لتجهيز المريض للعملية. وحدة الكيمياء بصورة سريعة، تحاليل رئيسية اللي هي تحاليل السكري. نحن حكينا انه اغلبية مرضانا هم من المصابين بالسكري المزمن، فتحاليل السكري متوفرة بالاساس، مضاف اليها تحاليل الكوليسترول، دهون، ووظيفة حاليا عندنا وظائف الكبد اللي هي كانت بصراحة مو من ضمن الاساسيات، حاليا انضافت الى بوجود طبعا الاجهزة الجديدة. وطبعا الشكر موصول لدائرة صحة بغداد الرصافة والسيد المدير العام وإدارتنا أيضا بتوفير هذه الأجهزة الحديثة اللي خلتنا نزيد أعداد التحاليل وبصورة أسرع وبنتائج أدق نقدر نحصل عليها صارت. بعدها عندنا وحدة أمراض الدم. وحدة أمراض الدم حاليا تشتغل فول أوتوميتد، ما نحتاج إلى تدخل يعني العمليات المنوال إلا بالحاجات الضرورية البسيطة. أجهزة متطورة، أجهزة تتم معايرتها بصورة دائمة بصورة شبه يومية من قبل الكادر. وحدة الفيروسات عندنا حالياً تمت توسيع العمل، تمت إضافة منظومات جديدة
حاليا قيد التجهيز المكان المناسب لإضافة المنظومات الجديدة. طبعا جهود الإدارة الحمد لله متابعين ويانا، حنحاول نسوي توسعة لأنه الأعداد بالعمليات صارت كثيرة. احنا تقريبا المؤسسة يمكن من أكثر المؤسسات بصحة الرصافة اللي تشتغل فيروسات بشكل يومي وجبات. هذا الشيء دعم انه النتيجة تظهر أسرع، مضافا إليها النتيجة تظهر بصورة أدق، النتائج اللي تجي كلها تقريبا مطابقة ولله الحمد. هذا الشيء يعني بوجود كفاءات، بوجود ناس عندهم حرص ودعم، ينتج انه النتيجة تكون افضل لذي يحصل عليها المريض، نتيجة افضل وبوقت اسرع. مختبر حاليا يشتغل بالثلاث شفتات، هذا خفف جزء كبير من الزخم وحوله الى الشفت الثاني، وبدأوا طبعا مع انه الخدمة بنفس المستوى وبنفس الدقة، فالزخم تقريبا حاولنا يعني جزء كبير من عنده انسحاب. بس ما عند وجود حالات حرجة يعني لمرضى السكري، إذا يعني بشعبة الفيروسات إذا لقيتوا مثلاً التهاب كبد فيروسي نتائج موجبة، شنو الإجراءات المتخذة بهيج حالات؟ إجراءاتنا حالياً هي حسب توجيهات طبعاً دائرة الصحة والصحة العامة أيضاً توجيهات الأخيرة، إنه يكون هناك تبليغ واتصال مباشر بين شعبة المختبر بين الطبيب الأخصائي اللي قاموا بأرسال هذه الحالة بالإضافة إلى الطبيب الباطنية. إحنا عندنا حالياً هم أطباء التخدير متوفرين، يبلغ الاثنين بحالة هذا المريض أولاً حتى يكون لهم على اتصال مباشر بالمريض، يتم تبليغه، يتم توجيهه نحو مثلاً مراجعة طبيب باطنية مختص أو تحويل بالنسبة لالتهاب الكبد الفيروسي اللي يكتشف يكون تحويلهم طبعاً لمستشفى الجهاز الهضمي حتى يتم تلقي العلاج، وأيضاً وقاية العائلة بأخذ لقاحات وما إلى غير ذلك. ست بسمة، العمل المختبر مقتصر فقط داخل المختبر أو أكو إسناد بالأقسام الأخرى؟ حاليا بسبب أنه إحنا يعني أقسام الشعب المختبرية كثيرة، أكو عدنا أعداد من المختبريين يعملون كإسناد في وحدات أخرى. بعض من الوحدات بها لها علاقة بالمختبر كشعب القرنيات، وما تحتاج طبعا متابعة هي المفحوصات وما إلى غير ذلك، وحدات مكافحة العدوى وايضا ما تحتاج ايضا هي ايضا كذلك. هناك وحدات ارتباط بينه وبين شعب الصيدله مثلا، وحدات الجديده اللي تم انشائها مقاومه الميكروبات والمضادات، وهذه لها علاقه طبعا بالشغل المختبري، وكذلك هي تعتبر اسناد ودعم لوحدات اخرى موجوده داخل المستشفى. ختام حلقتنا لليوم نوجه شكر من الست بسمة مسؤولة شعبة المختبر في مستشفى ابن الهيثم التعليمي للعيون. الشكر موصول للمشاهدين الأعزاء، نلتقيكم بحلقة قادمة.